وما في مقترح للأخ أبو فيصل اللي هو إعانة عاجلة 20,000 دينار بدل 10,000 دينار؟ من مع هذا المقترح بالأغلبية؟ الأغلبية. إذا الاستبدال 10,000 ب20,000 دينار بدل إعانة ولمرة واحدة طبعا مساعدة لأسر الشهداء. المقترحات الأخ سعود أبو محفوظ اللي هو مثل ما حكوا يعني بالنقاط ممكن إنه إضافة فترة أو كذا فهي نتركها سواء ذاكرة أو هي مقترحات أخرى. إذا المادة 9 موافقة؟ موافقة. المادة 10؟ المادة 10 موافقة. من مع قرار اللجنة؟ موافقة. المادة 11 موافقة. وإضافة كل الديوان محاسبة رقابته القائمة على هذا الديوان. تفضل يا مهندس. بعد ما كل ما أدخلنا في هذا الصندوق من معاملات مالية سواء بالصرف أو بالإيراد يجب أن تكون هنالك رقابة فورية لديوان المحاسبة. ما ورد في النص تخضع حسابات الصندوق لتدقيق ديوان المحاسبة. يجب أن نقول تخضع حسابات الصندوق لتدقيق ورقابة ديوان المحاسبة. يعني ضروري جدا النظام ورقابة ديوان المحاسبة. إذا تفضل. الرقابة هي يعني تدقيق جزء من الرقابة يعني. طيب من مع مقترح معتز؟ من مع مقترح معتز؟ إضافة يعني إضافة ورقابة على التدقيق. تدقيق ورقابة ديوان المحاسبة. إذا الأغلبية. مادة 12 موافقة. من مع قرار اللجنة؟ موافقة. مادة 13 موافقة. من مع قرار اللجنة؟ موافقة. المادة 14 بطء موافقة. ألف باء جيم موافقة. من مع قرار اللجنة؟ موافقة. المادة 15 بطء موافقة. ألف باء جيم موافقة. من مع قرار اللجنة؟ المادة 15؟ موافقة. المادة 16 موافقة. من مع قرار اللجنة؟ المادة 16؟ موافقة. المادة 17 موافقة. المادة 17 من مع قرار اللجنة؟ موافقة. القانون بمجمل وبركلات الأغلبية موافقة. زملاء إذا ترفع الجلسة إلى جلسة مسائية الساعة 2:30